We have to imagine if the Vatican was attacked during Christmas or Easter, this would be all over the news. But when it happens to Palestinian Muslims on Ramadan, we're not hearing anything about it. And we have to ask the question, why are these double standards in place? من ضمن عملي يعني نزلت أوثق الأحداث كالعادة، يعني كوني بشتغل في هذا المكان بتفاجأ أثناء عملي بتوجه إلي عدد كبير من القوات الخاصة وبنهالوا علي بالضرب المبرح من أي سبب أو من شيء من أي يعني طبعاً من أي سبب يذكر. أخوغا تم الاعتداء علي بالهروات، ضر على بالركلات، تم تكسير كاميرتي زي ما أنتوا شايفين، كسر في إيدي، أكلت ضرب في راسي هون، ردود بجميع أنحاء جسمي. I believe this is part of a wider strategy, especially during the holy month of Ramadan. The Israeli government itself has changed, as of late last year in December, its open fire policy so that it is easier for its forces to kill Palestinians in places like specifically the West Bank. So now the open fire policy by the Israelis says that the Israeli forces can shoot Palestinians not only when they are involved in an act which is seen as aggressive. يعني أنا مسعفة في المسجد الأقصى، بشتغل في عيادة الأقصى، وشوف عيني عمال بشوف العصي وهي تنطرق على الأولاد وعلى البنات، ولا بهمهم لا نساء ولا بهمهم كبار السن ولا بهمهم أي عمر من الأعمار. كانوا على الأسطح، كانوا عمال بضربوا رصاص مطاط على الأطفال. أجتنا حالة عشر سنين كان ماسك في إيد أبوه، أجته الرصاصة في جنبه. We look at the way that the Western media is describing the current events as clashes or presenting it as an equal event between two sides. It's very clear that they have an agenda. When they're using terms like clashes to describe an attack on a holy site and worshippers, as if people throwing stones at a fully militarized force which are storming a holy site, which is extremely sensitive, and is essentially an Islamophobic attack on a scale which really has not been reported, is ridiculous. هو دائما المعتدي على المصلين في المسجد الأقصى، ولذلك يريد أن يقول للعالم لماذا هو يقوم بهذا العدوان، لأن هناك ردة فعل من هؤلاء الشباب. لو ابتعد هذا الاحتلال بجنوده وبمستوطنيه وبمتطرفيه وبجمعياته اليهودية التي تعمل ليل نهار على وضع اليد على المسجد الأقصى لما جرى أي شيء في المسجد الأقصى. لو ابتعد الاحتلال عن مسجدنا وعن أبنائنا وعن بناتنا وعن المصلين في المسجد الأقصى لما تعرض له أحد في المسجد. ما يحدث في القدس جزء أساسي ومهم من تفكير المقاومة في قطاع غزة وتكتيكات عملها. The armed resistance factions in the Gaza Strip have stated that they have the weapons at this point to fight a war for 6 consecutive months against Israel, if they need to do that. They are coordinating so far to escalate tensions if necessary in order to respond to Israeli aggression at Al-Aqsa Mosque and in the West Bank. They have threatened that if the aggression at Al-Aqsa Mosque continues and if Israeli occupation forces storm the Jenin camp, they will launch rockets at Israel and they will get involved
in the battle, in the fight, as we saw them do last year. المقاومة والمقاومة وحدها، العنف الثوري في مواجهة العنف الرجعي والصهيوني، الكفاح المسلح، المقاومة الشعبية، الانتفاضة الجماهيرية، ممارسة كل أشكال المقاومة وفي مقدمتها الكفاح المسلح هي الطريق والسبيل الوحيد لتحرير فلسطين وكنس الغزاة الصهاينة عن أرضها. نحن لم نطلق تهديد واحد، نحن ننفذ العمل ونقول نفذنا. كنا في السبعينات نختطف الطائرات وبعد أن نختطفها نقول لماذا اختطفناها، طيلة تاريخنا الكفاحي نحن نعمل بهذه الطريقة. وجودنا مرتبط بوجود الاحتلال على أرضنا، فلما ظل الاحتلال قائم على أرض فلسطين فالمقاومة مستمرة وليست ردة فعل، هي مشروع تحرير كامل متكامل. نظرته الاستراتيجية أن فلسطين، كل فلسطين من البحر إلى النهر ومن رفح إلى أصبع الناقورة، أراضي محتلة يجب تحريرها. أما قضية الأذى المادي كتكسير شبابيك المسجد ومرافق المسجد، ما في شك أنه أيضاً مؤذي للمشاعر ومؤذي للشعور، ولكن هذا ممكن أن يرمم. لكن هل ترمم عين الشاب المسلم التي يطلق عليها جندي الاحتلال رصاصة مطاطية فيفقد هذا عينه إلى الأبد؟ هذه لا ترمم. إذن الخسارة في الإنسان هي أكبر خسارة، الخسارة بالآثار كما أشرت مع قيمتها التاريخية والدينية والحضارية تبقى أخف بكثير من الخسارة في الإنسان.